بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة يعني هذه البادرة الخيرة النيرة التي قام بها رجالات من رجالات الزرقاء وكرموا فيها ذوي المفقودين الشيوخ اللي كانوا في البلد هنا وبالأردن، يعني صدقا إلهم باع وذراع في الإصلاح ذات البين. ونحن الآن والله هذا التكريم يعني شيء قليل جدا من قدمه للشيوخ الكرام اللي توفاهم الله عز وجل، واني شكر يعني الشكر لله اولا والشكر ثانيا للقائمين على هذا الحفل البسيط والكبير بمعنى. الان الحمد لله رب العالمين كما رايتم وشاهدتم الحشود اللي اتت، وان شاء الله هذا سوف يكون اول تكريم وثاني تكريم وثالث تكريم ورابع تكريم باذن الله. ووجوه وشيوخ ووجهاء الاردن كثر، واحنا ان شاء الله يعني باذن الله العلي العظيم سوف نقوم بجولات اخرى باذن الله في المستقبل القريب.